موضوع الآن أهملنا، أنا لي أصدقاء وزملاء في بعض الأماكن وخاصة الحاضرة حقيقة عندهم جلسة كل جمعة مثلا يجتمعون بها الجيران القريبين على الأقل وجماعة المسجد ويتلمسون حاجات بعضهم ويسيرون بعضهم يسألون عن المريض يسألون مثلا عنه، وهذا يعني بصراحة من أدب العرب، يعني من أدب العرب ومن حسن جوارهم إنهم يقومون بهالأعمال هذه. ودنا أنتم كمنبر إعلامي متابع ومتابع من شرائح متعددة جميل. إنكم تقدمون مثل هالمواضيع هذه لأن هذه تنفع الإعلام الواقع، يعني يعطيها مجال إعلام الواقع وسيع ويعطي مجال إن الناس يتحدثون بالأعمال الخيرية. الناس في حاجة للأعمال الخيرية، نعم. سواء بالنصيحة يعتبر عمل خيري، سواء بال يعني المعوز إنك تقدم له مهما يعني ما جهدك، ما هو مطلوب منك لازم تغني الفقير، يمكن أنت ما عندك استطاعة وأنا والآخر ما متعففة يعني. أي نعم، في ناس متعففة ما يروحون لا يقدمون على الخيريات. ها أنا ودي الموضوع هذا أبو عبد العزيز. أي نعم، جميل جميل جدا. إنسان وأسرة هو أي شيء محتاج للدعم ومساعدة وكذا دل عليه يا أخي أهل الخير. نعم، بعض الناس زي ما قلت أشكرك على هذه الملاحظة، عندهم تعفف أو رغبة عدم سؤال أو عزة نفس أو اللي تكون، فالدال على الخير كفاية. نعم نعم، ولا أقطع هرجكم جميعا،